بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة وموضوع جديد في مجال تربية الأرانب. اليوم إن شاء الله نحكو على مالادي من المالادي اللي تصيب الأرنب واللي يعانوا منها بزاف المربيين، خاصة المربيين اللي يربوا أرانب في الأقفاص. المرض هو يسموه التهاب العرقوب. التهاب العرقوب هو مرض يصيب الأرانب، أولا خاصة لأصحاب اللي ربوا الأرانب في ليكاش في أقفاص. التهاب العرقوب وشني أعراضه وشني طرق العلاج نتاعه والوقاية منه، نتحدثوا عليه. أولا نشوفوا الأعراض نتاع هذا المرض. أعراض المرض تصيب في رجل الأرنب الخلفية عبارة عن جرح، هذا جرح يربي بكتيريا طفيلية تدور بهذا الجرح، هذيك المنطقة صعيب بزاف به تبرى الأرنب، ماهيش راح يتعالج منها، ولا هذا الجرح راح يبرى فاصيل من الأرنب، باسكو الأرنب لي بي تاعو كرعيه دائما محطوطين على الشباك على لاكاج، ولاكاج بطبيعة الحال تنشط فيه بكتيريا اوتوماتيكمون رجلين الأرنب ماهمش بالساهل به يبرى. اليوم نعطوكم وصفة، أولا تسرع في عملية الشفاء وتقضي على الطفيليات اللي رايحة تنشط في هذه المنطقة. هي ماهيش وصفة علمية، هي عبارة عن مزيج بين العلاج البيطري والعلاج الطبيعي، عندها فعالية كبيرة، سهلة به الإنسان يقدر يقتني المواد نتاعها، حاجة سهلة ماهيش صعبة بزاف، راح تصيبها في اي منطقه ولا في اي ولايه في الجزائر. راح نتحدث اولا نشوفوا مثلا ارنب ونشوفوا هي الكاء هذه ما عنديش بزاف، مي نعطيكم كيف راح تجي الاعراض تاعها وكيف راح تشوفوها. كيف راح تشوف الرجل تاع الارنب؟ اذا كان هنايا في البي بيت هنايا صبت هنايا شعر ما كانش وكاين جرح، هذاك الجرح راح تدور به قشره بيضاء اللي هي التهاب العرقوب. في هذه المرحلة راح تعالج الأرنب في هذه المنطقة، راح نخدمه له ذهان خاص والله بوماد كما احنا نسموها، هذه البوماد راح تعالجه راح تعقم له هذه المنطقة ويبرى فاصيمه وفي أسرع وقت وما هوش رايح يولي له هذا المرض. نتفقوا على بعض النقاط اللي هي أولا التهاب العرقوب ما هوش سبب تاعه لاكاج برك، مش كما نقول احنا لي باروا تاع لاكاج هما السبب، لي باروا تاع ليكاج اون بليس يكون اذا كان نشطط البكتيريا والطفيليات على مستوى لاكاج، اذا كان ماكش تنقي بزاف اوتوماتيكمو اذا تصاب الارنب بجرح في البي تاعو تم راح تنشط هذا الالتهاب اللي يسموه التهاب العرقوب. من السلبيات اللي راح تلاحظها في الارنب، اولا في الكوبلاج ولا كي تكون تكوبلي في الارنب اللي في المال ما يرفعوش اللي مال بسبب التهاب العرقوب، واللي مال ما يقدروش يكوبلو بسبب التهاب العرقوب. هذه من الحوايج اللي راك راح تلاحظها اذا كان ظهرت عندك هذه الحاله. اولا لازم العلاج يكون رابيد، لازم تداوم عليه مده تاع 3 ولا 4 جور حتى تتاكد باللي الارنب تعافى من الالتهاب تماما. روحوا ديريكتوم للوصفه بعد ما نطولوش عليكم. المكونات اللي راح نحتاجوها بطبيعة الحال مادام قلنا التهاب العرقوب هو نشاط نوع من الفطريات ولا من نوع البكتيريا على مستوى الجرح، رايحين نستعملوا ليفريميكتين ولا لايفوماك، هذه عبارة عن دواء راح تصيبه عد البيطري. كاين لايفوماك ولا ليفريميكتين بالمصطلح العامية احنا نسموه إبرة تاع 7 أمراض، هو من الأحسن ليفريميكتين من لايفوماك، باسكو لايفوماك ما تقدرش تصيب كيما نقولوا حنايا البرودوي نوبل تاعو، ما تقدرش تصيب في لايفوماك الاصلي نتاعو المقلد فيه بزاف. ليفريميكتين تسمى تلقاها ماركه واحده ومتوفره ومن الاحسن ماركه تاع الاردن، هذا ليفريميكتين صح. نستعملوا حاجه ثانيه اللي هي الفازلين اللي الناس كامل تعرفها، هذه تقدر تجيبها حتى من لاليمونطاسيون جينيرال راح تصيبها عاد مهما كان نوع تاعها. يسي انك تجيب فازلين بيضاء عاديه، ما تجيبش ديك الفازلين فيها لي كولار وفيها لي كوم مانيش عارف خيار وفراز، سي تجيب عادي فازلين نورمال مهما كان الحجم تاع البواطي صغيره ولا كبيره، سونسيال يكون فازلين.
الحاجه الثالثه اللي هي طبيعيه وتقاوم الالتهابات بزاف اللي هي الصبار. صبار هذا الشوك كما يسموه صيبوا في جهه الشرق ولا ذا يسموه الهندي كما احنا نعرفوه، هذا يسموه الصبار. هذه الورقه نتاع الصبار اللي رايحين نستعملوه، رايحين نخدموا مع بعضنا ونشوفوا طريقه كيف راح نحضروا هذه الوصفه. تابعوا معنا حاجه فاصل وش راك رايح تحتاج. بريمير موش دير، رايحين نحتاجوا قلنا الفازلين، رايح جيب مقدار تاع ملعقه تاع فازلين، هذه ملعقه الفازلين. رايحين نستعملوا معها محتوى الصبار. محتوى الصبار طريقة الاستعمال راح سهلة به تجبد المحتوى اللي راح كاين في وسط ورقة الصبار الداخل. يسي انك ورقة الصبار تجيب لعم ولا كيتور ولا ما على باليش راه عندك وسيلة تاع قطع، تقطع الصبار هذه الطريقة. اتونسيون هنا من الصبار فيه الشوك تاعو رقيق بزاف اللي ممكن في يدك راح يدير لك مشكله في يدك وراح تتعاني بها تتنحلك من يدك. الناس اللي مثلا صرات له اكسيدون وحس باللي الشوك راه تخلو في يديه يستعمل الزيت ولا زيت الزيتون، ينحلوا الشوك هذا كي يدهن يديه بزيت الزيتون. راح تقوم بعمليه القطع كما راكم تشوفوا. تسيي تكوبي لي دو كوتي، كي راح تفتحوا راح تشوفوا معايا واش راكم رايحين تصيبوا في الوسط الصبار. في وسط هذه ورقة الصبار راح نصيبوا هذه المادة. هذه المادة هنا راح نستخلصوها اللي في الصبار الداخل، عبارة عن جل تسيي بالكويار المقرف نتاعك تستخلص هذه المادة. مادة شغل جل تعود اللون نتاعها ابيبري اخضر. هذه المادة راح تجيبوها عبارة عن جل ويكون اللون نتاعها مايل الاخضر. رايحين نجيبو مقدار ملعقة نفس الكمية اللي استعملناها من الفازلين، حطوا ورقة الصبار اللي بقات. هذه تروح تقوم بعملية المزج، تمزج الفازلين مادة الصبار، ديرها في إناء والله أنا رانا على غالب رانا في الورشة كما نقولوا هنايا، استعملوا أي حاجة. تأيسية وماكسيموم أنك ديرها في إناء صغير باه تقدر تمزج مليح. سي انك تمزج في عملية المزج هذه الاولى يكون المزج تاعك مليح، يكون البوماد هذه راح تكون متجانسة. راح تصيب بعض من كما نقولوا احنا القطع تاع الصبار رقيقة ما تمزجتش نورمال راه عادي ماهيش اللي راح تاثر. طريقة استعمال المادة الثانية اللي هي ليفريميكتين. ليفريميكتين راح نجيب مقدار 1 سنتيم مقدار سنتيم من ليفريميكتين، راح نديرو مع هذه المادة باه يقتل لي الطفيليات. سي وانت تحط فيه انك تمزج مليح. حاول انك كي تعود في عمليه تاع تحضير تاع هذا الدهان استعمل ليكم، دير ليكم هنا كي راح تستعملوا كيما هاك ما تخافش على الارنب نتاعك. مالغري الارنب نتاعك رايح كيما نقولوا حنا يروح للمنطقه تاع الجرح نتاعو
ويسي انه شغل يلحسها كما نقولوا احنا يتغذى منها ماهيش رايحه تضره باسكو راه ماده طبيعيه. الفازلين بريمير ما تضروش وزيد ثاني محتوى تاع الصبار ما يضروش وهي كمطهر. هذه لا بوماد اللي استعملناها هي اللي رايحين نقوموا بها في عمليه الدهن. احنا ما عدناش حاله مي نسيو مثلا هذا الارنب كانت عدوا الحاله قبل عالجناها شوفوا بعد العلاج وش صرا عندهم مش عارف عنده ام وا والله مي لاحظوا معي هذه المنطقه هنا في الرجل هاي هنا جرح برا ما كانش شوف ها لاحظوا معي بقات غير المنطقه شوي ما فيهاش شعر مي كجرح والله كالتهاب عرقوب او مش موجود هذا هنا لاحظ بقى هنا الشعر ما ترباش مليح مي جرح سكر وما كانش التهاب في ذي المنطقه عالجناه بهذه لابوماد راح تهز لابوماد هذه وتروح للمنطقه هذه تاع الرجل هذه وين كان الجرح تسيي وين دير لابوماد كامل للمنطقه هذه كيطوم اسي دائما يكون عندك اد يعاونك انك كيفاه تمسك الارنب وكيفاه تخدم. كما وصلنا مع بعضنا لنهايه الحلقه تاع اليوم نظن انكم استفدتوا وديتوا معلومه. هذا العلاج جامع بين العلاج البيطري والعلاج الطبيعي. اولا استعملنا قلنا ليفريميكتين كمطهر للطفيليات قاتل للطفيليات والبكتيريا، استعملنا الفازلين كمرهم للجرح، واستعملنا الصبار كمرهم وقاتل للطفيليات وطبيعي ماهوش رايح يضر الارنب. كاين البعض يقول لك تقدر انك في نفس يوم العلاج تحقن نصف سنتيم او نصف مليليتر تاع ايفريميكتين تحت الرقبه للارنب باه اذا كانت كاين ناشطه بعض الطفيليات الداخليه راح يقضي عليه باه تسرع عمليه العلاج. نظن كما هاك وصلنا نهايه الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.